وصول اللقاح الخاص بفيروس كورونا والبدء بحملات التلقيح به رافقته تصريحات هنا وهناك ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا ما ولد تخوفاً ملحوظاً في أخذ جرعة اللقاح من عدمها، حيث لا توضيح ولا تثقيف قد سبق كما يرى المواطن في صلاح الدين حول مسألة اللقاح هذه. يعني ما من الممكن أنه أنت بلحظة عايش رعب هذا المرض ويجيك شخص يقول لك أو فجهة يقول لك لازم تلقح، ولا نعرف أي شيء عن اللقاح ولا نعرف أولياته، منشأه، استيراده، مدى خطورته، مدى يعني عواقبه الإيجابية والسلبية، ما نعرف هذا الشيء، ما عندنا أوليات، ما عندنا تثقيف. إحنا من يجينا لقاح من خارج العراق يجب أن يكون مثبت وعالميا ونتائجه إيجابية، ولا يمكن أن نكون حقول تجارب، يعني لازم هناك تأكيد تام، وحتى تأكيد من اللجنة الصحة العالمية. وشعب صلاح الدين دائما يكون متخوف، ومو بس شعب صلاح الدين، اتوقع هواية من المحافظات يقول لك يعني ليش اخذ لقاح وممكن هو مو تمام وممكن يكون تاثير سلبي على المواطن العراقي. فنحتاج الى دورات تثقيفيه، نحتاج اللجان تفتر على مستوى حتى الافرع، البيوت، القطاعات. وكأي تطعيم سابق ضد الأمراض التي تحتاج إلى لقاحات معينة، أجهة المعنية لا ترى لقاح كورونا مختلفا عنها، وأن هذا التخوف غير منطقي لا سيما بعد أخذ جرعات اللقاح من قبل الكثير خلال الأيام الماضية دون ظهور أعراض تدعو إلى الخوف والقلق. الموضوع غاية في الأهمية، التطعيم يحفز مناعة الجسم للاستعداد لمواجهة الإصابة القادمة من وباء كورونا، وإن شاء الله ما تكون هناك إصابات عالية. رسالتنا إلى مستمعينا ومشاهدينا الكرام هي بعدم التخوف من هذا اللقاح. فكرة اللقاح لا تختلف كثيرا عن اللقاح التهاب الكبد الفيروسي أو لقاح السل الرئوي أو حتى لقاح الحصبة اللي نعطيه للأطفال أو الحملات لقاح شلل الأطفال أو غيرها. هذه الخطوة مهمة جدا بتحجيم وتحديد مدى شدة وانتشار الإصابة بوباء كورونا. احنا لحد الآن لم تظهر أي أعراض جانبية على موظفين أو منتسبين الذين قاموا بالتلقيح. إذن الجهات الصحية تدعو وتحث وتطمئن المواطن، والمواطن في صراع يأخذ جرعات لقاح فيروس كورونا أم تركه، فالتخوف موجود وأسبابه موجودة أيضا في انتظار صحة نتائج التجارب القادمة. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.